حتى بنا فوق المجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حسنكم طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. كم يا هلال محرم تشجينا. هذه القصيدة هذه الأيام وقتها والمصاب جلل وعظيم. نتذكر مصاب الحسين عليه السلام، ونفتتح مصاب الحسين بدمعة ومصيبة وآه ولوعة إن شاء الله تعالى. خلي قلوبنا مع الحسين في افتتاح محرم إن شاء الله. كم يا هلال محرم تشجينا، ما زال قوسك نبله يرمينا، كل المصائب قد تهون سوى التي تركت فؤاد محمد محزونا. يوم به ازدلف الطغاة أمية، كي تشفين من الحسين ضغونا. فهوى على وجه الصعيد مبضعا، يا أبا عبد الله، فهوى يا على وجه الصعيد مبضعا، ما نال تغسيلا ولا تكفينا. أو مثل زينب وهي بنت محمد، هي برزت تخاطب شامتا ملعون. إلك إلك أنت ون هي أنا، وسرى يا أو وسرى
نسوته على عجف المطار، هي تطوي سهولا بالفلا وحزن. ما شاء الله، هي انا ومثل زينب وهي بنت محمد. أعلى يا زهراء يا زهراء، ها ها ويلاه على المذبوح وويل، ها ومثل زينب وهي بنت محمد، برزت تخاطب الشام نصب المياتم والعزل مصيبتي، واذكر التعفير خدي بالتراب وذبحتي. شربت الماء يذكروني. يا أبا عبد الله أسمع القصيدة، ها شي يقول الحسين بالله، هؤلاء شربت لما يذكروني، يذكروني يا العطايا يشفت مهجتي. ون ونها وقصدوني لكربلاء والكل يسشب عبرته. شلون حالك أبا عبد الله؟ لو تشوفوني يا شيعة على الثرى مرمي طريح طريح، خدي متوسد ترايب والدمى مني تسيح. أنا كم عضيد وكم ولد لي قضى قبل ذبيح، واحد يظل عالشريعة واحد ارفع جثته. بعد يا أبا عبد الله اسمع هذا البيت، ها شيعتي واللي كسر ظهري ونحل مني القوى، أنا وحدتي من طاح يم النهر الشيال اللوى. العباس أبو الفاضل، شيعتي واللي كسر ظهري ونحل مني القوى، أنا وحدتي من طاح يم النهر الشيال اللوى. أوصلت يم ولقيت دمومه ومخه سوى، أنا والجفوف مقطع يذوب الكبد من شوف. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صل على محمد وآل محمد. السورة الكريمة إخواني التي قرأنا الآية فيها، الآية الأولى من سورة الفرقان. وسورة الفرقان كبقية أخواتها من السور سميت بسورة الفرقان لأول آية فيها. بطبيعة الحال إخواني أن السور القرآنية عادة، مو دائما، عادة أسماؤها فيها،
عادة زين يعني أنا أقول لي عادة الآن سأشرح لك. يعني لما تقول سورة الحمد، ليش سورة الحمد؟ لأن فيها بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأها. الحمد لله، عافية عافية، الحمد لله رب العالمين. لما تأتي إلى سورة الناس، لماذا تسمى ناس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب ال... إذا سميت ناس لأن الاسم فيها. الفلق كذلك، النمل كذلك، مثلا قالت نملة يا أيها النمل مثلا، أو العنكبوت أو بقية السور. أكو بعض السور لا، مو الاسم بالذات فيها، إنما المعنى فيها. مثلا سورة الإخلاص، سورة الإخلاص، سورة الإخلاص، كلمة الإخلاص موجودة في السورة؟ ما موجودة، صح ولا لا؟ لكن معناها يوحي لنا شنو؟ الإخلاص. أو سورة التوحيد تسمى، هل كلمة التوحيد في هذه السورة يا إخواني؟ طبعا ماكو، ها؟ لكن معنى التوحيد وهو قل هو الله أحد، معنى التوحيد في السورة. فإذا السورة القرآنية إخواني أحبائي، السورة القرآنية إما أن يكون نصا اسمها بيها بالنص، ها؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا، سميت سورة البقرة، واضح مولانا؟ وهالمجرة هذه، أو لا النص الاسم ما موجود، المفهوم ومعنى الاسم موجود. زين حبيبي، سورة الفرقان سميت بسورة الفرقان لأول آية فيها، لأن اسم الفرقان فيها بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. هسه نشرحها، البحث جدا جميل، مو مطول، جميل، وبداية لشهر محرم ضروري أن أشوف هذا البحث. وهذه السورة قبل أن أبدأ بالآية الكريمة، كبقية أخواتها من السور لها آثار وفضائل. وأنتم تعرفون الإخوان أنا أشوف الوجوه مو غريبة علي، دائما يتابعوننا مولانا، تعرفون عادتنا دائما نذكر مولانا فضائل بعض فضائل السور التي نقرأ آية فيها. مثلا من جملة فضائل سورة الفرقان، أسمع مولاي، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب مجمع البيان ونور الثقلين والبرهان، قال رسول الله من قرأ سورة الفرقان، طبعا مو كبيرة ترى، صغيرة، هي مكية، والمكية آيات طويلة لو قصيرة، عافية ما شاء الله، بعد هاي مارت السنوات الماضية. زين، عادة السور المكية آياتها شنو مرانا؟ قصيرة. السور المدنية آياتها طويلة، بعد ما نشرحها، لأن في السنوات الماضية شرحناها وطناكم آدابها واختلافها وكيفية معرفة السور المدنية من المكية. زين، هذه سورة مكية، اسمع، قال رسول الله، حبيبي اسمعني، صلى الله عليه وآله وسلم، جدا عجيبة هذه الرواية وهذا الحديث، من قرأ سورة الفرقان بعثه الله يوم القيامة. شلون؟ بعثه الله يوم القيامة وهو مؤمن أن الساعة آتية لا ريب فيها، مؤمن يعني صاحب إيمان، زين، وأن الله يبعث من في القبور، يعني هذا يبعث صاحب شنو؟ إيمان، يبعث ويمتلك الإيمان. لأن إخواني اسمعوني، أكو بعض الناس، أكو عند الموت اللي يموت، هذا اللي يموت اللي قاعد يجارع يحتضر، يجي له ملك الموت اللي يأخذ روحه، لما ينزع الروح أكو حالة تسمى عديلة الموت، سامعين بيها؟ عديلة الموت، هسه سامحها بالعافية عليه، ما سامحها بالعافية عليه، عديلة الموت. الإمام الصادق عليه السلام شو يقول؟ اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت. شنو العديلة؟ بعد معروفة اسم على مسمى. بعض الناس يعيش مؤمن، بعض الناس يعيش مؤمن، لكن عند الموت ينقلب الإيمان، ينقلب من الإيمان ويترك الإيمان، يكفر بالإيمان آخر لحظات حياته. ليش؟ لأن الرواية تقول على أن إبليس من أقوى ما يكون في مكانين. إبليس وين يصير قوي؟ يصير في مكان، هو يصير قوي مكانين، الأول عند الصلاة، عند الصلاة، صح لو لا؟ لو أذن الأذان صاح الله أكبر، الكل إلا المؤمنين يتكاسل، واحد يقول بعد خمس دقائق، واحد يقول له الشيطان خلص دوامك وروح، واحد يقول له الشيطان انت عرقان ما بيك تسبح ترى وصلي، ها يعني راح تتعب، لازم تسبح وتستحم وكذا وصلي بحضور قلب، الان ما عندك حضور قلب، هذا لعب شيطان ما عليك بي انت،
صار وقت الصلاة توضى وروح صلي، عرقان صلي، تعبان صلي، بالدوام صلي. هذا إبليس يلعب ترى، إبليس ما يقول لك لا تصلي، إبليس يخلي شبهة في الصلاة. واضح مولانا؟ هسه نشرحها إن شاء الله. عند الصلاة إبليس يصير قوي. البطانية بالأخص بالبرد هي دافية، بس إذا صاح الله أكبر حي على الصلاة شو يصير؟ يصير أدفى، يصير دافية كلش، بعد ما بيتحرك، يكسر فرد نوم. هذا منين؟ من شغلة زلمتهم إبليس. واضح حبيبي؟ هاي واحد. بعد وين يقوى؟ يقوى عند نزع الروح. هاي ترتبط بهذه الفضيلة، ترى ما قاعد أحكي هيك عبث. يقوى عند نزع الروح. وين عند نزع الروح مولانا؟ هذا الإنسان إذا أراد أن يموت، بالأخص هذا اللي عنده الله رازغة، عنده أربع بيوت وبشق الأنفس باني هالبيوت ومشتريها، بشو العان القلب؟ أو عنده أربع سيارات وبشو العان القلب محصلهن؟ أو عنده أولاد وبشو العان القلب هم مربيهم؟ ها؟ أو عنده ملك وعنده مال وعنده خير من الله. وإذا مولانا في لحظة واحدة، مو في ليلة وضحاها، في لحظة واحدة شنو مولانا؟ كل شيء يروح، كل شيء يروح، صدق كل شيء يروح. زين؟ هسه أنت لو واحد يأخذ منك زين 10 دنانير بالقوة تستهضم، 10 دنانير مو في لحظة واحد يأخذ كل ما تملك يأخذ منك، ويأخذ القوة، القوة اللي عندك، عافيتك يأخذها، ما بيك تتحرك، ما بيك تتحرك، حتى راسك ما بيك تفرح، حتى ماي ما بيك تشرب، أبخاشوا قي يشربونه ماي. واضح مولانا؟ هذا في لحظة واحدة يشوف أطفاله يبكون، ويشوف ملكه قاعد يروح، ويشوف عافيته وحيله وقوته راحت، ويشوف قاعد يشرف إلى الهول المطلع، هول الأعظم، إلى البرزخ، ويشوف ملائكة العذاب وملائكة النعيم والجحيم، ويشوف الملائكة ويشوف الشياطين، هذه كلها تتمثل عنده. فش يتمنى؟ يتمنى أن يرجع لحظة إلى الدنيا. يا يتمثل له؟ يتمثل له إبليس. إبليس ناشر قوي، هذا يحس بالألم والفراق الألم القلب معنوي ومادي، يقول له أنت عبدني، أنت عبدني، اعدل عن طريقك وأنا أرجعك إلى الدنيا. هذا في آخر لحظة يعبد الشيطان. ها؟ شلون؟ كمثل الشيطان، خلنا نشوف الآية عنديها. بسم الله الرحمن، أقرأك نص الآية. بسم الله الرحمن الرحيم، نعم خلنا أقرأك نص الآية أفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، كمثل الشيطان إذ يقول، نعم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر. هاي وين أكفر؟ طبعا في الحياة، وأشد ما يكون وين يصير؟ عند الموت. شباب اسمعني هذا الحكي، مو بس للشياب ترى، حتى للشباب. لا تقول والله أنا يدي بعد عدل لما يموت يدي، وأبوي يموت وأخوي الكبير يموت وأنا أموت. الموت بعد ما يعرف شباب وشياب. الآن تروح للمقبرة، 30 المقابر شنو صاروا؟ صاروا شباب مولانا، فديروا بالكم. اسمعني، يقول كمثل الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر، فلما كفر، الإنسان خو كفر، فلما كفر إيش قال؟ قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. شوفوا شلون ملعون. إن الشيطان كان للإنسان شنو؟ خذولا، يعني في مكان تحتاج إليه شنو مولانا؟ يخذلك، يعوفك. واضح حبيبي؟ فإذا هذه العديلة، هذه العديلة عند الموت، قراءة سورة الفرقان تنجيك من العديلة عند الموت. انتبهت لو لا؟ انتبهت لو لا؟ هز راسك شوية خلي أدري بك أنه انتبهت. زين؟ انتبهت أنه لما النبي شو يقول من قرأ سورة الفرقان، اسمعني اسمعني شباب اسمعني، ما تأخذ من وقتك ترى، من قرأ سورة الفرقان بعثه الله يوم القيامة وهو مؤمن، مؤمن يعني ما يفقد الإيمان عند العديلة عند الموت، ها مولانا، وهو مؤمن أن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. إذا سورة الفرقان تنجيك منين؟ من العديلة عند الموت. حياكم الله مولاي العزيز حبيبي. زين، هذه رواية، أعطيك بعد رواية عن سورة الفرقان ونبدأ بالآية الكريمة. عن الإمام الكاظم عليه السلام يخاطب أحد أصحابه اسمه إسحاق بن عمار، اسمه حبيبي، يقول له يا ابن عمار لا تدع قراءة تبارك الذي نزل الفرقان، يعني يا سورة، سورة الفرقان، ليش سيدي؟ اسمعني حبيبي، فإنه من قرأها، اللي يقرأ سورة الفرقان في كل ليلة، كل ليلة تقرأها مرة،
لم يعذبه الله أبدا. شكد حلوة الرواية، تقرأها مرة بالليل. لم يعذبه الله أبدا ولم يحاسبه، وكان منزله في الفردوس الأعلى. أعلى أعلى صلوات سيد. جزاكم الله خير. زين، هسناتي إلى الآية الكريمة. الآية الكريمة فيها كلمة الفرقان، والفرقان تعرفون قول الفرقان شنو؟ الفرقان لغة ما يفرق بين شيئين، اللي يفرق بين شيئين شي يسمونه مولانا فرقان. هذا باللغة تفرق بين هذه وهذه، فرقان تفرق بين شيء وشيء، فرقان. بالاصطلاح الفرقان ما يفرق بين الحق والباطل. إذن المعنى اللغوي للفرقان اللي يفرق بين شيئين، والمعنى الاصطلاحي للفرقان ما يفرق بين الحق والباطل. واضح مولانا؟ كل ما يفرق بين الحق والباطل شو يقولوا له؟ يقولوا له فرقان. أن تعرف الحق من الباطل. بالأخص في هذا الزمان إخواني، في هذا الزمان ترى اختلط الحابل بالنابل. أنا راح أحكي شيء مزعلون، أنا ما عندي غضاضة ولا عداوة مع أي أحد، صدقوني إخواني. إذا هو يكرهني أنا ما أكرهه، إذا هو عداوة أنا عدو لمن يبغض علي بن أبي طالب. بس زين مولانا العزيز، الآن اختلط الحابل بالنابل، ما تعرف الحق منين؟ من الباطل. صدقوني بهذا الزمان ترى ضاع الحق من الباطل. ليش؟ لأن الخير عنده سبحة والمخير هم عنده سبحة. الحرامي حاط لحية السارق، والخير هم حاط لحية. صح لولا؟ موجودة لولا؟ قديما الحرامي كان بالليل يبوك، يطفر الحائط مولانا ويدخل بالبيت ويبوك، يقولون هذا حرامي. هسه الحرامي يقعد ببيتك ويأكل من سفرتك ويأكل من ملحك ويطلع بايقك. صح لولا؟ الآن اختلط الحابل بالنابل، الحق بالباطل اختلط. أو كثير من الناس، كثير من الشباب انحرف بسبب عدم معرفة الحق من الباطل. صدقوني إخواني، الآن أكو ناس إخواني ما قاعد أجامل أنا وعندي أخبارها كامل، أكو ناس قاعد يضربون الحسين باسم الحسين، باسم الحسين يضرب الحسين. أكو ناس باسم الإمام المهدي قاعد يضرب الإمام المهدي. إخواني صدقوني اسمع هالكلام، أكو ناس باسم الإسلام قاعد يضرب ماذا؟ يضرب الإسلام. ديروا بالكم. ولهذا بعض شبابنا انحرفت. ليش انحرفت مولانا؟ انحرفوا لعدم معرفتهم الحق من الباطل. ضاع الحق من الباطل مولانا، ما تعرف الحق وين والباطل والباطل وين. زين، كيف أستطيع أن أسلح نفسي يا شباب؟ اسمعني، أنا قاعد أكل على الشباب أول ليلة محرم. زين، ومحرم خير فرصة، أحسن فرصة، أحسن فرصة لتثقيف الناس ولمعرفة الحق من الباطل. لأن إحنا ما عندنا في العالم الشيعي بأجمعه، ما عندنا تجمع بالعالم خلال السنة إلا في عاشوراء. تجمع قوي قوي، تجمع قوي ومنتظم بالعالم ما تلقى إلا وين؟ في عاشوراء. ففرصة كون أنتهزها أنا الخطيب، ينتهزها ذاك مثلا العالم، ها أبو الحسينية مثلا. لازم نثقف الناس تثقيف إسلامي كما يريد محمد وآل محمد. زين، أنا كيف أعرف الحق من الباطل؟ أنا كيف أعرف الحق من الباطل؟ إخواني سهلة جدا، أريد أسلح نفسي أعرف الحق من الباطل ولا أنحرف. أكو أسباب لمعرفة الحق والباطل، أكو أسباب. لا تقيس الناس على الحق، لا تقيس الحق على الناس، قيس الناس على من؟ على الحق. أنت تقول والله هذا فلان خير، كل شيء يسوي هو حق، باطل. هذا مو صحيح. قول أنا عندي قاعدة بالحق، كل من يطبق هذه القاعدة هذا مع الحق، يخالف القاعدة مع الباطل. أنت تتوجه لي شباب لو ما تتوجه لي؟ تنتبهوني شباب عيوني، فهمتوا لو لا؟ أكونا إحنا عندنا للأسف بادرة، عندنا بادرة الآن موجودة هاي كم سنة، تقديس الشخصيات. بعض الشخصيات قاعد نقدسها أكثر من اللازم، أكثر من الحد. بالفعل أي شيء فلان يقول هو حق. شنو أي شيء فلان يقول؟ لا، كلام فلان وهو فلان بكبرة طبق على أسس الحق. هسطك ياها، إذا طابق الحق هذا حق، إذا خالف الحق هذا شنو؟ باطل. خلاص
مهما كان ايش كبر لحيته سير ايش طول سبحته سير ما ايش طوله هو ايش كبر ايش قد عنده ما عليك ما عليك طبق علي من على اسس الحق شنو اسس الحق اولا اول اساس واول شيء لمعرفه الحق من الباطل القران نحن نستطيع ان نعرف اهل الحق ونعرف اهل الباطل اذا قسناهم بمن بكتاب الله كتاب الله يفرق لنا الحق من الباطل ولهذا القران شنو يقولوا له يقولوا له فرقان ليش فرقان يفرق بين الحق والباطل ما شاء الله عليكم شباب منتبهين لي جزاكم الله خير الحق والباطل يفرقه القران تعرفون القران له اسماء كثيره ها القران اسمه قران مثلا انا الكاتب هسه كم اسم اذا اقدر نعم كم اسم القران بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ثلاثه الذكر انا نحن نزلنا الذكر وانا له ساعدني ساعدني انا اخواني كان بيتر حافظ الايات كل المولانا هم أقران خاطر لا أخطأ بهم النور النور القرآن نور بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليكم نورا مبينا النور يا هو القرآن الموعظة القرآن شنو اسمه موعظة يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم بعد التنزيل تنزيل من رب العالمين من جملة أسماء القرآن الفرقان ليش الفرقان يفرق بين الحق والباطل ها؟ أكو رواية عن الإمام الصادق وينقلها الإمام علي وينقلها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا جاءكم شوف قولنا إذا جاءكم عنا يعني إذا سمعتم قول أهل البيت إذا سمعت كلام من أهل البيت حديث جاك ما تعرف هذا الحديث صحيح أو مو صحيح شي يقول الإمام الصادق نقلا عن أجداده شي يقول يقول عافية عافية شي يقول فاعرضوه على كتاب الله صح له لا يعني أساس الحق ياهو القرآن كتاب الله شباب جاوبوني يعني أساس الحق هو القرآن قيس الناس على القرآن طبقوا القرآن خوش وادد ما طبقوا القرآن باطل مهما كان شي يقول الإمام يقول فاعرضوه على كتاب الله إن وافق كتاب الله فخذوه وإن خالف كتاب الله فاضربوا به شنو؟ عرض الجدار واضح حبيبي؟ هذه أساس القرآن ولهذا تقرأ في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم بل أقرأه وياي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شنو هذا؟ هدى للناس بعد وبينات من الهدى والفرقان الذي يفرق بين الحق هذا يوم من الأيام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه طالع مع أحد أصحابه بالليل طالعين مروا تعرفون قديما ماكو مكيفات وسيارات وهالهوسه مولانا حتى لو المرة صرخ ببيته ما حد يسمعها بالشارع زين قديما صوت الليل مسموع إذا واحد شوي يرفع صوته بالبيت ماكو أصوات خارجية فينسمع الصوت برا ها فالإمام علي عليه السلام هو مع أحد أصحابه مر سمع واحد يقرأ القرآن بصوت جميل صوته حلو فهذا الرجل اللي مع الإمام علي قال له سيدي هذا صوته كلش جميل هذا صوته عذب حلو صوته جميل الإمام قال له لا تستعجل ترقب شوية هون عليك ترقب لأيام هذا انتظر أيام صار حرب للإمام علي وين في أحد الحروب زين لما صار الحرب مولانا العزيز لما صار الحرب للإمام سلام الله عليه طبعا الإمام علي بن أبي طالب بطل الأبطال لا زلم ولا نسوان يقدرون على علي بن أبي طالب زين فانتصر الإمام سلام الله عليه لما انتصر مولاي نزل الإمام نزل أكو هذول الجماعة المبطلين اللي حاربوا الإمام علي إمام زمانهم حاربوا ولي الله زين شاف له واحد مبضع ميت من الجماعة من ذاك الصوب ضد الإمام الإمام قلهم أسندوا قعدوا قعدوا زين من قعدوا قل له اكشف عن صدره كشف عن صدره شاف له عنده أسف ذاك الوقت قلادة شاد له شيء زين
ومخلي بيها قطعة من القرآن كاتب له شيء زين، ومخليها بزيجة هيك بصدرة علاقة. فقال له أتعرفه؟ التفت لي أصحابه والتفت ذاك الرجل، قال له أتعرفه؟ قال له لا سيدي. قال له هذا قارئ القرآن في منتصف الليل، هذا زين، هذا قارئ نص الليل كان يقرأ القرآن هذا زين. أنت قلت له صوته حلو، الآن شهر السيف على إمام زمانه على علي بن أبي طالب، أفي الجنة أم في النار؟ ها؟ قال له سيدي في النار. قال له رب تالي القرآن والقرآن شنو؟ يلعنه. واضح مولانا؟ ليش؟ ليش؟ لأن ما طبق الحق على القرآن، ما طبق الناس على القرآن، طبق القرآن على الناس. تبعتوا لو ما انتبهتوا كلامي لو لا؟ ها؟ لأن ما جاب الشخص وطبق على القرآن، جاب القرآن طبق على فلان. زين؟ الشاهد مولانا العزيز، أول سبب وأول قيد الذي نعرف الحق من الباطل وهو الفرقان للحق والباطل ياهو القرآن، هذا أول واحد، القيد الأول. القيد الثاني لمعرفة الحق من الباطل، الرسول محمد المصطفى. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم سبب من أسباب معرفة الحق من الباطل. وين الدليل؟ أعطيكم دليل، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأه يعني. ما آتاكم الرسول فخذوه، هذا هو يقول القرآن له الرواية هذه، هذا القرآن، هاي آية. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه شنو؟ فانتهوا. صح ولا لا؟ يعني يقول لك أي شيء رسول الله يأتي به، لأن النبي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا الرسول الله هو الشاخص الثاني لمعرفة الحق من الباطل، انتبهت له لا؟ الشاخص الأول، السبب الأول القرآن، إذن القرآن فرقان. السبب الثاني لمعرفة الحق من الباطل ياهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي فرقان، لأن قاعد يقول ما آتاكم الرسول فخذوه، شنو آتانا رسول الله؟ علي أعلمكم، علي أقضاكم، من كنت مولاه فهذا علي، الحسن والحسين سيدا شباب أهل، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. وهذه كلها، هذه بعد، هذا الشخص الثاني لمعرفة الحق والباطل يقول عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أن طبق الناس على قول وفعل وتقرير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كم سبب صار؟ اثنين. السبب الأول ماذا؟ جاوبني شباب، احكي وياي، عفية احكي وياي، لا لا تخلي كان، خلي مو بس عيونك زين. السبب الأول القرآن لمعرفة الحق من الباطل. السبب الثاني لمعرفة الحق والباطل وهو الفرقان الثاني ياهو الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حيا الله شيخنا مولانا حبيبي، حياكم الله شيخنا. اثنين. الفاروق الثالث، كم فاروق ساروا؟ اثنين. الفاروق الأول وهو الفرقان القرآن، الفاروق الثاني وهو الفرقان الرسول، الفاروق الثالث وهو الفرقان أيضا ياهو علي أمير المؤمنين. عالية عالية شباب، إذا صار ذكر لعلي بن أبي طالب ولمحمد وآل محمد فارفعوا أصواتكم بالصلوات. الفاروق والفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل من جملتها ياهو علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. والأدلة في ذلك جدا كثيرة، علي بن أبي طالب الأدلة في ذلك إسنادا للفاروق الثاني، للفاروق الثاني. الفرقان الثاني ياهو كان رسول الله، والفرقان الأول القرآن. إذا طبقنا علي بن أبي طالب على الفاروق الأول الفرقان الأول والفاروق الثاني الفرقان الثاني، نجد على أن علي بن أبي طالب هو الفرقان وهو الفاروق. ولهذا احنا عندنا رواية، قال رسول الله اسمعني صلى الله عليه وآله وسلم، إن اسمع الرواية، يؤيد الحق اللي هو علي بن أبي طالب، من الذي يؤيده؟ يؤيده رسول الله اللي هو الفرقان الثاني. شي يقول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حي الله السيد مولاي العزيز حبيبي، كل الهلا بكم مولانا. اسمع الرواية، صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اسمع حبيبي اسمعني عيوني. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول من آمن بي علي بن أبي طالب. اسمع اسمع علي بن أبي طالب اسمع: أول من آمن بي وأول من يصافحني يوم القيامة ياهو علي بن أبي طالب. إن عليا اسمع هو الصديق الأكبر. اسمع هذه حبيبي الصديق ياهو احكي الصديق ياهو ومو صديق، لأن إبراهيم صديق، موسى صديق، الأنبياء عيسى يوسف كلهم ها، لكن علي بن أبي طالب الصديق الأكبر. اسمع وهذا يعني علي بن أبي طالب هو الصديق الأكبر والفاروق لهذه الأمة، يفرق بين الحق والباطل، وعلي يعسوب المؤمنين وأمير المؤمنين. كنز العمال مجلد 13 صفحة 123. إذن الفاروق الثالث ياهو صار علي بن أبي طالب. كم فاروق صار؟ ثلاثة. كم فرقان صار؟ ثلاثة. الفاروق والفرقان الأول ياهو القرآن وشرحنا. الفاروق والفرقان الثاني ياهو النبي اثنين صلى الله عليه وآله وسلم. الثالث الفاروق والفرقان الثالث ياهو علي أمير المؤمنين، اللي يقول يقول له يا عمار اسمع اسمع خل اقرا لك الروايه نص انا كاتبها مولانا. الروايه منقوله عن ابن عباس وعن عمار ابن ياسر، زين مره هيك ومره هيك، وكل وحده لها مصدرها. الجامع الكبير للسيوطي، الاصابه لابن حجر، مولانا يذكرونها ايضا. يقول له يا عمار او يا ابن عباس، اثنينهم يا ابن عباس اسمع اسمع يا ابن عباس اذا رايت الناس سلكت واديا، اقرا وياي، إذا رأيت الناس سلكت واديا ورأيت علي بن أبي طالب سلك واديا فاسلك الوادي الذي سلكه علي. ليش؟ ليش؟ لأن قال رسول الله علي مع الحق والحق مع خلاص. شلون تعرف الحق من الباطل؟ إذن علي بن أبي طالب مو من الناس اللي تطبق على القرآن وتطبق على، لا لا لا، تطبق الناس على من؟ على فعلي وتقريري وقولي من؟ علي بن أبي طالب. فإن طبقت الناس على علي بن أبي طالب مشوا على نهج علي بن أبي طالب هذا على الحق، إذا خالف نهج علي بن أبي طالب هذا على من؟ على الباطل. صار حرب، جماعة حاربوا علي بن أبي طالب سلام الله عليه. أخوة تعرفون علي بن أبي طالب يهو اللي يقدر عليه، يهو اللي يقدر عليه، بطل الأبطال، فارس الفرسان، أشجع الشجعان. صار حرب، لما صار حرب الصوبن فطاح الكبار، تعرفون شنو يعني بالصيت والاسم شنو؟ كبار، فلان علي مثلا وأصحاب علي وياه سلام الله عليه، والجانب الثاني هم ناس شنو؟ هم كبار، أسماء كبيرة. فأكو جماعة شوية ضاعوا وقفوا شهر السيوف مع الإمام علي، كانوا هم شهر السيوف ظلوا يباوعون مولانا، منا ابن عم الرسول خليفة رسول الله ولي الله إمام افترض الله طاعته، ومنك مو ناس عادي ها؟ تعرف يعني شنو قصدي ولا لا؟ فهذا قال له سيدي يا أمير شو سوى أنا يا أمير المولد، أطق سيفي هيك هيك أطق هيك، هذا علي أطق هيك، هم مشكلة ما يصير زين. فالإمام إيش قال له؟ اسمع 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 إيش قال له الإمام، اسمع هذا نص كلام الإمام. الإمام علي قال له إنك لملبوس عليك، أنت خلطت بين الحق إن الحق والباطل لا يعرفان بأقدار الرجال. سمعت ولا؟ أنت مو تشوف فلان تطبق الحق والباطل عليه، لا، تطبق هذا الرجل ها أي من كان تطبق على الحق والباطل ها؟ إذا طبقت على الحق على الفرقان الأول والثاني والثالث، إذا طابق هذا مع الحق، إذا خالف هذا مع الباطل. لا تشوف شخصيته وطوله ولحيته وسبحته وهيكله وهلا، لا ما عليك من الحكي هذا. واضح مولانا؟ قال له الحق والباطل لا يعرفان باقدار الرجال، اعرف الحق تعرف شنو؟ خلاص قاعده اعطاك اياها الامام، اعرف الحق، ما قال لك اعرف الرجال، لا، اعرف الحق تعرف اهله، واعرف الباطل تعرف اهله. انت اذا عرفت الحق والباطل طبق كل الناس على من؟
على هذا الحق وعلى هذا الباطل. وين الحق والباطل؟ أنا ذكرت لك ثلاث. الأول ياهو القرآن، الثاني الرسول، الثالث ياهو أمير المؤمنين سلام الله عليه. هاي ثلاثة. بعد الفرقان الرابع، هذا مهم، الفرقان الرابع مولانا في بعض الأيام، يوم الفرقان في بعض الأيام شو يصير؟ يوم الفرقان تقدر تعرف صاحبك زين لوشين في بعض الأيام، في أيام الشدة، في أيام الاختبار، في أيام الامتحان. مو والله ما أكثر الخوان حين تعدهم، من تحسبهم عند فلان وفلان 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 وما تكف السبحة، ما أكثر الخوان حين تعدهم ولكنهم عند النائبة شنو؟ قليل. واضح مولانا؟ عند النائبة اللي هو يوم الفرقان، هو المفرق بعد يفرق بين الحق والباطل، شوف ربعك شنو مولانا؟ قليلة. واضح حبيبي؟ أو هذا موجود يوم الفرقان. مثلا الله سبحانه وتعالى يسمي يوم بدر بيوم الفرقان. شوف الآية شو تقول، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أنزلنا على عبدنا ياهو، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. التقى الجمعان، لما التقى الجمعان أكو بعض الحروب لما يصير صدق وصدق مولانا، والطير الأيادي والأرجل والرؤوس يترك النبي وشنو؟ يشرد. واضح مولانا؟ يترك الحق ويشرد. هذا اليوم يسمونه يوم الفرقان. واضح حبيبي؟ ولا إبليس، إبليس الشيطان عليه اللعنة، اسمع الآية شو تقول، بسم الله الرحمن الرحيم، ماكو وقت مولانا كلش الوقت ضيق، اسمع، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، زين، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان طقت الجيوش أو وصل يوم الفرقان شنو؟ نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم. ها؟ ليش؟ لأن هذا اليوم يوم الفرقان. من جملة أيام الفرقان يوم عاشوراء. هذا اللي أريد أقوله أنا. هاي كل الحكي حكيته أريد أشير لك لهذه الإشارة. من جملة أيام الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل شنو مولانا؟ يوم عاشوراء. زين؟ عرفوا الزين من الشين، وعرف الرجل رجل الحق من رجل الباطل وين فيه؟ في عاشوراء. أضرب لك مثال واحد لضيق الوقت، عمر بن سعد والحر بن يزيد الرياحي، مثال في يوم المفرق مولانا اللي يفرق بين الحق والباطل، هذا وين مصيره وهذا وين مصيره. زلمتهم عمر بن سعد مولاي انطوا ملك ديلم وغيره، واضح مولاي حبيبي، أنطوا هذا الملك، فإجا كتاب من عبيد الله بن زياد بأمر من يزيد بن معاوية أنه يذهب لقتال الحسين عليه السلام، اذهب لقتال الحسين، عند إمارة، عند ولاية، ولاية ديلم وقوم ديلم. واضح مولانا؟ قال له اسمع 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 يوم الفرقان المفرق وين وصل، اسمع، قال له اذهب لقتال الحسين. في البداية ايش قال؟ قال له لا لا أذهب لقتال الحسين، كلام قاطع أول مرة. مرة ثانية كتبوا له اذهب لقتال الحسين ونعطيك ملك الري، قال له أمهلني ليلة. ارتخل وما ارتخل، شفتوا شلون مولانا؟ قاعد يقترب إلى يوم الفرقان، يقترب إلى المفرق اللي يخلي حق له لو باطل، بس ما أجاب. جماعة قعدوا يمه نهوه عن قتل الحسين عليه السلام، فرد مرة ثانية عليه قال له لا لا أقاتل. في المرة الثالثة كتب لعبيد الله، شافه بعد هذا، شاف نقطة الضعف وين صار، ها هذه الدنيا، قال له إذن إن لم تذهب لقتال الحسين فسنأخذ منك الإمارة، يعني إمارة مو بس ما نعطيك الري، ديلم هم شنو ناخذه منك. قال له إذن أمهلني، خلا أفكر عدل، فكر عدل. هنا اجى دور ابليس ابو مرج، قال له انت ليش؟ اولا الله ارحم الراحمين واني لغفار لمن تاب، هاي واحد. ثانيا ملك الري ما يتفوت. في الامر الثالث انت اقتل الحسين ثم توب،
تملك دنيا وآخرة. شوف الشيطان، شوف مراد هنا، خاب وخسر لولا، خسر لو ما خسر، خسر رسب بالامتحان بالاختبار. يوم الفرقان بين هنا، هو هم شي يقول أنا كاتبها زين، يقول فوالله لا أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطريني، أترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني. إلى أن يوصل يقول يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون، يقول فإن إذا صدقوا جنة ونار، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين، أقتل الحسين وأتوب. رسب لو ما رسب؟ رسب. وتجي إلى ذاك الرجل العملاق زين ياهو الحر، هذا الشيخ عشيرة كان الحر، وعمر بن سعد أيضا شيخ عشيرة، رجل هم إلى ثقله كان في أوساط الناس، هذا إلى ثقله في أوساط الناس، بس هذا رسب وهذا نجح. شوف مولاي يقول له ابن مهاجر أو مهاجر بن أوس، يقول له لما رأى الحر متحير، هسه مو وقتها، قال له أراك متحير لو سألوني من أشجع الناس لما عدوتك، قال له أخير نفسي بين الجنة والنار ولا أختار على الجنة شيئا، الجنة عند الحسين. وضرب بجواده، أخذ الغلام وأخذ الولد عند ابن ونزل إلى الحسين عليه السلام. الله، هذا يوم الفرقان، هذا يوم الفرقان. ولهذا تحسر الحسين على فقدهم صلوات الله وسلامه عليه، لما وقف الحسين على أجسادهم مجزرين على واهجة الرمضة ودماؤهم تشخب، أجسادهم تشخب، جراحاتهم تشخب، دم عزلت الرؤوس عن الأجساد، أخذ ينادي بأسمائهم، أين حبيب ابن مظاهر الأسدي، أين جايون، أين عابس، وويله عليك أبا عبد الله وحيد سيدي، أين كبش كتيبتي، أين ابن والدي، أين أبو الفضل العباس، أين ولدي علي الأكبر، أين القاسم، لم يسمع صوت إلا صوت من داخل الخيمة، صوت الحمراء زينب، خويا الله معيد، خويا مالك معيد، وقومك على الغبر مطاعين، اقرا وياها مطاعين، انا مني نجيب المرتضى مني ابني، وفرد فزع على حسين، على حسين يطلبوا أثار بدر وحنين، ثم توجهت الحوراء إلى أمها فاطمة، أنا تعالي يا أمي تعالي، أقرأ وياها بارك الله فيك لا تخجلها، أنا تعالي يا محسن يا أمي تعالي، وشوفي كربلا إيش سوت بحال، أنا طمعت من المدينة براس عالي، وخوتي عن يميني وعن شمالي، يما ما حس بيت بغاي تالي، من رخصة السادة أولاد الزهرة تالي، يا نبي يا توصف من الزلم خالي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي نسألك وندعوك
باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. اللهم شافي وعافي كل مريض يا الله. اللهم اقضي حوائج المحتاجين بباب الحوائج أبي الفضل العباس يا الله. اللهم عجل في فرج المولى صاحب العصر والزمان. وإلى أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات. منزلا